أكد وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية دكتور علي الوليدي مواصلة دعم الوزارة ورعايتها لإنشاء أول مستشفى خيري لأمراض وجراحة الكلى والمسالك البولية بمحافظة شبوة. واستمع الوليدي خلال زيارته المشروع بمدينة عزان بمديرية ميفعة لشرح من مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور عيدروس بارحمة عن مكونات المشروع ومستوى الإنجاز، مؤكدا أهمية المشروع في تخفيف معاناة المرضى ولافتا إلى نوعية تجهيزاته الطبية الحديثة، مثنيا على دور مؤسسة شبوة للتنمية في إقامته. فيما أوضح المدير التنفيذي للمؤسسة ناصر بن مسلم بأن الوزارة ساهمت بأكثر من 90% من تجهيزات وتأثيث المستشفى الذي يتكون من 5 طوابق، خصصت 3 الأولى منها للطوارئ والأشعة والعيادات، والرابع والخامس للعمليات والرقود، متوقعا استكمال كافة التجهيزات الطبية بالمستشفى وافتتاحه نهاية العام الجاري.